أحبابنا شباب الكشافة العربية، يسعدنا أن نرحب بكم بإذن الله في المخيم الكشف العربي 32 الذي سوف تستضيف الجزائر، كشافة الإسلامية الجزائرية في منطقة رحبة جميلة رائعة تعيد للأمة العربية حلمها الإيجابي الفاعل. الجزائر قبل 50 سنة استضافت المخيم الكشفي العربي الثامن، وذاك كان عام 68. شاركوا فيه 14 دولة عربية بمجموع 2145 مشارك. سبحان الله، بعدها ب8 سنوات استضافت المخيم الكشف العربي 16، وشاركوا فيه 16 دولة عربية بمشاركة 1100 شاب عربي. الآن 8-16 في هذا العام هتستضيف ال32، يعني هذا ليس بالصدفة، ولكن بإذن الله إحنا وإنتو إن شاء الله هنكون في ضيافة شعب كريم، وكل جزائر حيقول لكم بشراكم، وبإذن الله حيكون في صائفة 2018 في نهايات أغسطس وبداية سبتمبر هتلتقوا في أجمل مخيم كشفي عربي يعيد للأمة العربية لحمتها. وبارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقيكم بخير، وموعدنا في سيدي فرج.